حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام سال عنه اهديه ام صدقه فان قيل صدقه قال لاصحابه كلوا ولم ياكل وان قيل هديه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فاكل معهم